وفي تسلسل مع الموضوع اللي أثرناه في بداية الحلقة اليوم، هو عن النشطاء والحقوقيين في مصر، والجزء اللي يهمنا هم النشطاء الأقباط سواء رامي كامل أو باتريك جورج. باتريك جورج أسرته اللي أصدرت بيان في الأيام القليلة الماضية بعد ما تم تجديد حبسه لمدة 45 يوم جدد، وقررت النيابة أو قررت المحكمة استكمال التحقيق معه في نيابة أمن الدولة. بيان من أسرة باتريك جورج قالوا فيها: نهنئ جميع عائلات المفرج عنهم ونأمل أن يعود باتريك إلى أحضاننا في أقرب وقت. تابعنا أنباء الإفراج عن عشرات المسجونين السياسيين في الأيام الماضية بمزيج من الفرحة والاشتياق. نهنئ جميع أسر المفرج عنهم برجوع أبنائهم إليهم، نتخيل سعادتهم ونتمنى أن نحظى بمثل تلك السعادة في أقرب وقت. نرى خطوات إيجابية ومبشرة في حالات مشابهة لحالة ابننا، وتجتاحنا مشاعر الأمل والتفاؤل، ونتمنى أن نقرأ خبر إخلاء سبيل باتريك مثلما حدث مع زملائه. كل عام وأحبابنا بخير، وفي وسط أحبائهم العيد يصبح عيد فقط عندما يكتمل أفراد الأسرة ويتم لم شملهم بعد فراق. مر علينا الكثير من الأعياد ونحن بدون باتريك، آخرهم عيد الرسل الأسبوع الماضي، وقريبا سيأتي عيد السيدة العذراء مريم الذي يحمل معنى خاص جدا لباتريك، ونتمنى أن تلك الأخبار المفرحة ستشمل ابننا في القريب العاجل ويكون بيننا. أيضا أسرة رامي كامل أصدرت بيان منذ حوالي 8 ساعات قبل بداية حلقة اليوم، أثلج صدورنا قرار العفو عن البعض من المسجونين السياسيين بمناسبة الأعياد، ودفعنا إلى التشبث بتلابيب الأمل والترجي بأن يحظى الجميع بأيام ملؤها التلاقي والسعادة والبشر والسرور. وإذ نضاعف تهنئة أسر أولئك المفرج عنهم، لا يسعنا إلا أن نؤكد أن وراء هذا القرار حكمة المسؤولين ورحمة قلوب أصحاب القرار الذين تغاضوا عن بعض الأمور الإجرائية بغية تحقيق الفرحة الكاملة غير المنقوصة بالعيد. أولئك الذين لا ينكرون أن هناك بين جموع المحبوسين أبناء بررة ومخلصين لهذا الوطن الحبيب. وإذ يذكر الشيء بالشيء فقد امتلأنا بالرجاء، وكأننا نقرأ عن خبر إخلاء سبيل عن ابننا رامي كامل الذي أوشك عامه الثاني أن ينصرم وهو قابع في زنزانته منفردا، لا سيما وأن براءته باتت من مسلمات الأمور المعروفة عنه. فإن لم يكن الإفراج عنه من باب العدل فليكن من باب الرأفة والرفق بأمه المكلومة وإخواته ضحايا غيابه الذي لم يحظوا بأي بهجة لأي عيد طوال مدة سنتين، لا سيما مع خواء أحضانهم من فلذة أجبادهم رامي. نرجو ونحن يحدون ملء الأمل أن نتشارك فرحة إخلاء سبيله قريبا، وإن غدا لناظره قريب. وفي نهاية البيان قالوا الحرية لرامي كامل. معنا في هذا الشأن عن استمرار احتجاز النشطاء الأقباط باتريك جورج ورامي كامل، معنا الأستاذة شيرين كامل الناشطة الحقوقية من أوروبا. مساء الخير يا فندم. مساء الخير أستاذ هاني، ومساء الخير لمشاهدين حضرتك الكرام. أهلا بحضرتك. عرضنا في حلقة اليوم الضغوط من الإدارة الأمريكية والتهديد بتعليق أو بوقف 300 مليون دولار مساعدات عسكرية. بعدها شفنا تصرفات وقرارات المؤسسات الأمنية في مصر، 150 فرد تم الإفراج عنهم الأسبوع الماضي، ومن يومين تم الإفراج عن 6 من رموز الحركة السياسية في مصر، بينما يظل النشطاء الأقباط خارج هذه المساومة. إيه رأي حضرتك؟
هو أستاذ هاني يعني من أيام السادات كان القبض على السياسيين يتم فيه المساومات، وكانوا دايما بيختاروا الناس اللي تخرج والناس اللي تقعد علشان يلعبوا بيهم لآخر وقت في المساومات بتاعتهم. باتريك جورج أسرته عملت بيان متفائل النهاردة، والبيان المتفائل ده الحقيقة يعني هو مش نابع من فرحتهم، من وجهة نظري طبعا مش نابع من فرحتهم بالنشطاء اللي خرجوا قد ما هم نابع من فرحتهم لأن المجلس الشعب الإيطالي وافق على منح باتريك جورج الجنسية الإيطالية برغم عدم وجوده جوه إيطاليا، والجنسية الإيطالية هتحمي باتريك وفي نفس الوقت هتخلي الحكومة تتدخل بشكل رسمي في الإفراج عن مواطن من مواطنين إيطاليا. فهو باتريك على الطريق، يعني أنا أتوقع أنه يتم الإفراج عنه قريب، والدليل على كده البيان المتفائل من أسرة باتريك جورج. باتريك جورج. أي. طيب أنا كنت عايز أسأل حضرتك في هذه النقطة، يعني مش غريبة شوية إن تبقى بلد المهجر إيطاليا أحن على مواطن مصري من بلده؟ هي غريبة كتير الحقيقة أستاذ رامي، بس إيطاليا بالذات ليها يعني ليها سوابق مع مصر في السجناء وفي المعتقلين وفي القتلى، وموضوع ريجيني، موضوع ريجيني ده اللي خد وقت طويل من إيطاليا ومن مصر في إنهم يردوا على بعض، وراح في حرام 5 مواطنين مصريين ما لهمش أي علاقة بالموضوع، والحكومة المصرية قتلتهم وطلعت قالت إن هم دول اللي قتلوا ريجيني. وطبعا التحقيقات الإيطالية لما اتدخلت في الموضوع أثبتت إن ريجيني كان معتقل، وأثبتت إن ريجيني اتقتل على يد الأمن مش على يد ال5 مواطنين اللي قتلتهم مصر. إنما يطلعوا بعد كده ويقولوا ده أصله كان جاسوس، وهو ده اللي يخوفنا الحقيقة. يعني سهل جدا على الإدارة الأمنية في مصر إنها تطلع أي ادعاءات أي تهم بحيث إنها تصبغ المتهم دون أو المعتقل بأي صبغة مصيبة تقعده في السجن لغاية ما يموت. وشفنا إن في البداية في اعتقال رامي كامل كانوا بيقولوا تهمته الانضمام لجماعة إرهابية. رامي كان ينضم لجماعة إرهابية، يعني إزاي بالعقل كده؟ إزاي يعني؟ وتمويل جماعة إرهابية، تمويل منين؟ وهو ده هو كان يا حرام بيشتغل بإيديه وإسنانه علشان يتجوز إخواته البنات، ما كانوش لاقيين يأكلوا وما زالوا مش لاقيين يأكلوا. يعني هم قاعدين في مكان صعب جدا، وكان رامي هو الوحيد، العائل الوحيد ليهم، وما زالوا لغاية النهاردة يعني حالتهم مدمرين نفسيا واجتماعيا وماديا بسبب ان العائل الوحيد ليهم مش موجود معاهم. ايوه، ووالدته يعني طبيا وصحيا تعبانة جدا من اللي بيحصل له. الست يعني ربنا يكون في عونها اتدمرت بعد ما ابنها الوحيد اعتقل، وبقاله تقريبا 2 سنين معتقل. وشفنا في بيانات شفناها كلنا على مواقع التواصل الاجتماعي من المحامين بتوعه، قالوا ان رامي كامل لم ياخد الدواء بتاعه خلال 3 شهور لان الدكتور بتاع السجن كان في اجازه. ده كلام يعني 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 هو منتهى الاستهتار بالمواطن المصري. والحقيقه استاذ هاني لو مصر ما خافتش على مواطنيها ما فيش حد هيخاف على المواطنين المصريين. والدليل ان مجلس الامن ما فيش دوله وقفت، روسيا اللي راح لها الرئيس السيسي في بدايات الثوره وراح اتفق مع الرئيس بوتين واخذ منه اسلحه واتفق معاه وكانت مقابله جيده جدا، روسيا لم تنسى الى اليوم الطياره الروسيه اللي وقعت في سيناء والضحايا بتوعها، وردت على مصر في مجلس الامن ووقفت ساندت اثيوبيا ضد مصر.
ايوه، هو كمان كان في سبب اخر، ان مصر شاركت مؤخرا في مناورات حلف الناتو في البحر الاسود على الحدود الروسيه، فروسيا اعتبرت ان ده كان اختيار مصري للمعسكر الغربي. ما هو الحقيقه ده كلام حضرتك مظبوط 100%. هو الحقيقه ان مصر لما بتيجي بتحسب حساباتها بتحسب حساباتها لوحدها، ما بتحسبش حسابات انها عايشه في كوكب حواليها دول وحواليها ناس، بتحسب حساباتها لوحدها، وبعد كده بتتزنق بقى لما بتلاقي ان الدول دي بتعترض. يعني امريكا هتوقف ال 300 مليون دولار وبتربطهم بشرط يعني موقف حقوق الإنسان في مصر. روسيا رفضت التعامل مع مصر وضد أثيوبيا وساندت أثيوبيا ضد مصر، وقيس على ذلك أمور كثيرة جدا. ده إحنا هنشوف في الأيام الجاية، يعني حتى اليوم اللي عملوه في استاد القاهرة علشان خاطر يوقفوا المواطنين مع الرئيس ضد الأعداء أو ضد العدو الأثيوبي، بكل أسف بكل أسف يعني، وأنا بقولها بكل أسف، إحنا لو قارناه اليوم دون ب 30 يونيو، لا طبعا ما فيش أي مواجهة مقارنة. ده كان اجتماع في استاد القاهرة من طلبة القوات المسلحة وطلبة الجيش وطلبة كليات الشرطة وأكاديميات الشرطة والأكاديميات العسكرية والثانوية العسكرية وحاجات من هذا القبيل، إنما مواطنين من الشارع المصري كما حدث في 30 يوميا لم يوجد. ايوه فمصر النهاردة بتجني ثمار اللي عملته في السنين اللي فاتت. في واحد دكتور في الجامعة، يعني أنا أسفة مش قادرة أفتكر اسمه دلوقتي، دكتور من كتلة من كام يوم اتكلم عن إن المفروض إن السيسي يتنحى بعد هذا النكسة في مسألة سد النهضة، واستدل بها على اللي حصل من الرئيس عبد الناصر بعد النكسة، وانه تنحى قدام الجميع ولكن الشعب هو اللي رفض، واعتقل الراجل في نفس اليوم، تم اعتقاله في نفس اليوم. ايوه، فاحنا عوده لموضوع رامي كامل وباتريك جورج، ليه الاقباط خارج هذه المساومه؟ يعني ليه المؤسسات استاذ الامنيه ما حطتش اسم او اسمين من ضمن المفرج عنهم؟ ما هو علشان اقول لحضرتك يا استاذ هاني، لو حضرتك تفتكر في ايام الثوره ان باترسون كانت رايحه جايه على مصر، وكانت بتتقابل مع الثوار، وكان الاسماء اللي تم الافراج عنها دي يعني كانت اسماء اوريدي موجوده عن ان باترسون اللي هي نقلتها للاداره الامريكيه، فامريكا على علم بدول، لكن امريكا ليست على علم برامي كامل، امريكا ليس لها علاقه برامي كامل. فعلى شكل أول رامي كامل مواطن مصري لم يخرج بره بلاده يوما، فرامي كامل يعني مظلوم جوه مصر من مصر، وما فيش حد يسنده. باتريك جورج مسنداه واقفه وراه الحكومه الايطاليه وعطت له الجنسيه الايطاليه، انما رامي كامل مين هيقف وراه؟ رامي كامل ابتي، حيالله ابتي، هنساوم عليه في الايام الجايه ونشوف اللي هيجرى ايه. بكل أسف بكل أسف، لا في قضاء ولا في أمن ولا في، كلها حسابات سياسية، هو النظام بيحسبها لحسابه الخاص، وما فيش أي حسابات للوطن والمواطنين. أيوه، ده حقيقي، خصوصا كمان إنه الإعلام القبطي والمهللين من الإعلاميين اللقباط، يعني وكأنهم ارتضوا بأمر واقع هو استمرار حبس باتريك جورج ورامي كامل. بالظبط كده. يعني انا افتكر في البدايه كمان لما رامي كامل اتقبض عليه حصلت ضجه اعلاميه كبيره جدا، لدرجه انه بلغني ان ضابط امن الدوله اللي هو معاند مع رامي لغايه النهارده في السجن ومش راضي يخرجه، واخد الامر مساله عند شخصيه، قال له يا رامي دي الدنيا مقلوبه بره عليك، يلا بقى اعمل اللي احنا عايزينه علشان خاطر نخرجك. رامي رفض،
رفض يبيع القضية ورفض يبيع رامي إنسان شريف 100% ومليون في المية، ورفض يبيع الأقباط ورفض يبيع الكنيسة ورفض يبيع القضية اللي تبناها ودفع ثمنها وما زال بيدفع ثمنها. إحنا نتمنى من النظام إنه يدي لرامي العفو، لأن رامي يستحق فعلا عفو، وده ساعتها هتكون من وطن لمواطن بعيد عن أي مواءمات سياسية وبعيد عن أي، ويمكن ترفع أسهم النظام اللي سقط في عيون الشعب بعد غلاء الأسعار وبعد بعد الحالة الصعبة والمتردية اللي وصل ليها المواطن العادي في الشارع المصري. أي. فأنا بضم صوتي لصوت جميع الأقباط لصوت أهل رامي، وبقول لهم لو سمحتم افرجوا عن رامي كما أفرجتم عن النشطاء الآخرين، هيشفع لكم، هيشفع لكم. الأقباط طيبين والأقباط محترمين جدا، والأقباط ما بينسوش حاجة حلوة اتعملت معاهم. أيوة ده حقيقي، ده حقيقي. متشكر جدا لحضرتك الأستاذة شيرين كامل الناشطة الحقوقية من أوروبا. طبعا بنتكلم عن باتريك جورج ورامي كامل، لكن هناك نشطاء آخرين نتمنى أن كل دول يطلعوا ويتم الإفراج عنهم، خصوصا أنه ما فيش أي تهمة مثبتة ضدهم، كله مجرد تهم مطاطية ومجرد كلام مكتوب على ورق، ولا توجد فرصة للمحامين للدفاع عنهم وبالتالي للإفراج عنهم. ليه باتريك جورج ورامي كامل مش من ضمن المساومة اللي حصلت في الأيام الماضية؟ لأن مفيش حد بيتكلم عنهم، لأن الكل رضي بالأمر الواقع، وهو استمرار حبس باتريك جورج واستمرار حبس رامي كامل، لأن الإعلام ترك الأقباط والضحايا من الأقباط والمدافعين عن الضحايا الأقباط، ترك كل دول وابتدى يتكلم عن الإنجازات والكباري والطرق والأوتوبيسات والمترو والمدن الجديدة، وتركوا القضية القبطية وقلب القضية القبطية والمدافعين عنها في الشهور والسنوات الماضية. عموما إذا كان هناك وعود من القيادات في المؤسسات الأمنية بأن هناك سيتم في المستقبل القريب سيتم الإفراج عن العديد من النشطاء في المستقبل القريب، نتمنى أن يتم الإفراج عن باتريك جورج ورامي كامل، خصوصا أنه لا يوجد هناك أي تهم مثبتة أو جدية ضدهم.